نبدأ نشرتنا من دبي، حيث شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله ختام بطولة دبي الدولية للجواد العربي في نسختها 11 التي أسدل الستار على فعالياتها في مركز دبي التجارية العالمي مساء اليوم. وحضر حفل الختام سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، ومعالي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون الرئاسة، وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، وسعادة هلال سعيد المري الرئيس التنفيذي لمركز دبي التجارية العالمي الجهة المنظمة للبطولة، إلى جانب عدد من الشيوخ والمسؤولين وعشاق الخيل والملاك والمربين. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تفقد بعض الأفراس والمهرات الفائزة في الشوط الختامي للمسابقة التي تصل مجموع جوائزها على مدى 3 أيام قرابة 5 ملايين دولار أمريكي، وصافح سموه أصحاب الخيول الفائزة ورحب بهم وهنأهم على الفوز، مشيدا سموه بمستوى المواصفات الجمالية التي تتمتع بها الخيول المشاركة في البطولة، وتجسد فيها قول الشاعر: أحب الخيل واصطبر عليها، فإن العز فيها والجمال، إذا ما الخيل ضيعها أناس ربطناها فأشركت العيال. وقد التقطت لسموه الصور التذكارية مع أصحاب الخيول الفائزة. هذا وقد فازت في شوط مسابقة الفحول الختامي كل من الفحل ماركيز لصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، والفحل أبها قطر لسمو الأمير عبد الله بن فهد بن عبد الله آل سعود، والفحل اللهب لمربط عجمان. طبعاً صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم فارس العرب صاحب القلب الكبير والأب الروحي لهذه الرياضة الفروسية بكل أنواعها ونشاطاتها، داعم الأول، وألف مبروك نستطيع أن نقولها. ألف مبروك إذن لصاحب المركز الأول ماركيز قهر اللي حصل على أعلى نقاط في الشوط التأهيلي، تأهل به إلى النهائي، وفي النهائي مثل ما عم نشوف توج بالمركز الأول الأمير خالد بن سلطان السعود. طبعا يربي هذا الفحل ساندرا باول، وطبعا يتوج الشيخ عمار بن حميد النعيمي بجائزة المركز الثالث عن طريق اللهب. إذن ألف مبروك وتهانينا لأصحاب المراكز الأولى. إذن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي يعاين الفحول المشاركة. تهانينا للملاك الفائزين. صور التذكارية لصاحب سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مع سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، مع ضيوف الحدث.